في شبوة تتسع رقعة الإصابات بحمى الحصبة في أوساط أطفال المحافظة، فيما ارتفع عدد حالات الوفيات بهذا الداء القاتل في عدد من المديريات وفق الإحصائيات الرسمية لدى المختصين في إدارة الترصد الوبائي بالمحافظة. بلغت الحالات الآن حوالي 730 حالة، منها 11 حالة وفاة، سبع توزعت على سبع حالات بيحان وحالتين لعسيلان وحالتين المرخة وحالة سجلت في عتق. ندعو جميع الآباء إلى التوجه بأطفالهم للتحصين، فالحصبة مرض قاتل إن لم يتم معالجته. الطرق الآمنة للوقاية من العدوى هي اللقاح، واللقاحات آمنة، وكل الحالات التي لقحت لم تسجل عليها أي مضاعفات. المختصون في مراكز التحصين يشكون عزوف بعض الأهالي عن تطعيم أطفالهم خلال تنفيذ الحملات السابقة، وكذا تدني الإقبال على مراكز التطعيم الروتيني، وذلك بسبب الاعتقادات الخاطئة لدى البعض حول اللقاحات. مركز التحصين بالمديرية نطعم جميع الأطفال، فبعض العائلات ما تطعمش أطفالها أبدا، السبب أنهم يقولون أنها أن اللقاح يسبب مرض للأطفالهم وقد يسبب لهم عقم، فلهذا أكثرهم معترضين عن اللقاحات. فعندما تعرضت أطفالهم على الأمراض هذا مصابين بالحصبة واللي يصابوا بالدفتيريا، عرفوا أن اللقاح مفيد لأطفالهم، فحاولوا أنهم يتسابقوا للقاحات وطعمون أطفالهم من مشاء من أجل ما يصابوا الأطفال الأخرين بالمرض إن كان دفتيريا أو بالحصبة. فكثير من الأطفال الآن مصابين بالحصبة، السبب أنهم عدم لجأهم إلى مركز التحصين أو إلى وحدات الصحية، معترضين على اللقاح التطعيم الأطفال بشكل عام. وفي الوقت الذي تبرر الجهات الصحية انتشار الحصبة بسبب إهمال بعض المواطنين في تطعيم أطفالهم نتيجة نقص الوعي، إلا أن ناشطين ومثقفين يردون برميل المسؤولية على مكتب الصحة لغياب دور إدارة التثقيف والإعلام الصحي للقيام بمهامها في نشر وصناعة الوعي لدى الأهالي. يوما بعد آخر تزداد حالات الإصابة بوباء الحصبة في محافظة شبوة، حيث يسود الخوف والقلق في أوساط السكان من تعرض المحافظة لكارثة وبائية يصعب السيطرة عليها، وخصوصا في ظل غياب الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لمحاصرة الوباء القاتل الذي بدأ الانتشار منذ شهرين. زبين عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.